السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس أحمد. خلينا نعدل الصورة. يا سلام عليك. طبعا في هذا الدرس بعون الله حنقرو اللي هو يونت ثلاثة اللي هو الباب الثالث بالإنجليزي، والدرس رقم 6 اللي هو الدرس السادس. في هذا الدرس طبعا في كلمات من فوق: في فالي، فالي اللي هو بالانجليزي معناها وادي. فالي، فالي تكتب بهذه الطريقة في اي دبل ال اي واي، معناها وادي. بعد كلمة فالي نكتب آخر مرة فالي هنا، فالي. هذه الكلمة الأولى فالي اللي هو وادي. طبعا الواي تقدر تكتبها هكي، تقدر تكتبها هكي، تقدر تكتبها هكي، يعني أنت واللي يريحك. يعني حرف الواي عندك هلبة أريحية تقدر تكتب بها. بالنسبة للكلمة الثانية اللي هي village، village اللي هي معناها شني؟ معناها قرية. village، اسمع كيف نقول فيها كويس، village، village. الكلمة اللي بعدها اللي هي river، 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 river معناها نهر. river، river. هذه R طبعا، R I V E R. طبعا كيف نلاحظوا ان حرف الفي موجود في بداية الكلمة في فالي، ويوجد في بداية الكلمة في كلمة قرية، ويوجد في منتصف الكلمة في كلمة ريفر. لكن الملاحظة ان يوجد كلمات بسيطة ينتهي بحرف الفي، على سبيل المثال كلاشينكوف، كلاشينكوف، كلاشينكوف ينتهي بحرف الفي، نهاية كلمة كلاشينكوف تنتهي بحرف الفي، اللي هو نظام تاخذ كلاش تبدأ تضرب فوق في الهواء، نظام خلوه ساكت وخلاص. طبعا يجوك بعدين الكتائب وشدوك شدك الامن، بعدين دور كيف تحزها. المهم الكلمة اللي بعدها اللي هي وست، 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 اللي تعني غرب، تعني كلمة غرب. يعني في الخريطة في هنا ايست اللي هي في الشرق، وفيه ويست، وفيه نورث، وفيه ساوث. طبعا ويست معناها غرب، ايست معناها شرق، نورث معناها شمال، وساوث معناها جنوب. ايست، ويست، نورث اند ساوث، هذو الكلمات. طبعا ويست كيف ما شرحت لكم معناها غرب، غرب ويست. عكسها ايست، من فوق شمال اللي هو نورث، من لوطة ساوث اللي هو جنوب، ودخلناه في الدروس السابقة. الكلمة اللي بعد الوست اللي هي وات، وات تعني ماذا، تعني ماذا. يعني على سبيل المثال في مثال يقول لك وات از يور نيم، هذه طبعا اكيد نعرفوها، واتس يور نيم معناها شن اسمك، ما هو اسمك، ماذا هو اسمك، يعني ما هو اسمك، ما او ماذا، ما. او What color do you like? What ما هو اللون الذي تحبه، الذي يعجبك. يعني الكلمة اللي بعد what اللي هي brown، الكلمة اللي بعد اللي هي شنية brown،
اللي هي لون القهوي اللي نعرفوه احنا. لون شني؟ لون القهوي، لون القهوي اللي هو البني، قهوي اللي هو يعني اي لون قهوي يكون قدامك. يعني فرضا انا ما فيش بحداي لون قهوة، على سبيل المثال قهوة لون يعني قهوة، اصلا لون بشرتي قهوية، اللي هو هذا القهوي، هو تشوف فيه زي الوردة هذه، هو هذا اللون القهوي. كويس. الكلمة اللي بعدها اللي هي، قبل ما نشرح الكلمة اللي بعدها، لاحظ ان في الويست وفي الوات وفي البراون يوجد حرف الدبليو، دبليو في البداية ودبليو في المنتصف. بإمكاني نزيد كلمتان اللي هي ويندو. كلنا نعرف شن هي الويندو، الويندو اللي هي نافذة توجد في البداية وفي النهاية حرف الدبليو. الكلمة اللي بعدها اللي هي يور، يور، يور تعني هي جاي قريبة من كلمة يو، يو يور. لكن انت لما توصف على حاجة، انت زي ما تقول فرضا ايوة، على سبيل المثال اخذت توا مثال زيه اللي هو what is your name، what is your name، your معناها انت، متاعك انت، يعني الاسم ما هو اسمك، يعني متاعك انت، يقصد به متاعك انت. لا ما تكتبش حذاري، لا تكتب what is your name، what is your name خطأ 100%، لانها مش you، your، your الخاص بيك. يعني الكلمة اللي بعدها اللي هي yellow، اللي هو اللون الأصفر، يلو، يلو لون أصفر، كلنا نعرف أن اللون الأصفر شنو هو. تبدأ بحرف الواي، وكيف ما خدينا الدبليو تكلمنا عن بعد شوية، توجد حتى في النهاية، يعني توجد حتى دبليو، بدايتها واي اللي نقرأ فيها توا، وتنتهي بالدبليو اللي قلناها من بعد شوية، زي ويست وات تو براون. هي الكلمة اللي نقصد عليها دبليو، هذا حرف الدبليو يوجد في كلمة يلو. كويس. الكلمة اللي بعدها اللي هي سيتي، سيتي تعني مدينة، سيتي ماذا تعني؟ تعني مدينة، سيتي تعني مدينة، مدينة هذا أصفر، يور الخاص بيك، زي ما قلنا اليلو اللي هو أصفر، يلو وكذلك كلمة سيتي اللي هي مدينة. What is your city? Where do you live? In which city do you live? يعني في أي مدينة أنت تعيش فيها؟ هذه بالنسبة للكلمات. لاحظ حرف ال V كيف يكتب حرف ال V؟ خلاص توا نقلب الصفحة. حرف ال V كيف يكتب؟ خلينا ندير توضيح للصورة. أيوة. حرف الفي كيف يكتب؟ يكتب بهذه الكيفية، في، لاحظ كيف نكتب فيه، في، تكتبك في، في. بالنسبة حرف الدبليو يكتب بهذه الكيفية، زي ثلاثة مقلوبة يعني راسها فوق، دبليو، أو دبليو كابيتال اللي هي تكون بالشكل هو دبليو كابيتال هيك، تقدر تدير خطين من فوق وما تديرهمش، يعني تقدر تديرها حتى هيك بس، يعني دير كي هذه دبليو كابيتال، دبليو سمول بالكيفية هذه صغيرة تكون، يعني شبيهات ببعض. الحرف اللي بعده اللي هو الواي، كتبنا تو الفي وكتبنا الدبليو، حرف الواي تدير قوسكي بعدين تنزل هيك، هذا حرف الواي، هذا حرف الواي، زي يلو كيف ما قلنا اللون الأصفر، يلو. كلمة يس، كلمة يور، كلمة يو، كلمات عديدة يعني يوجد بها حرف الواي، يعني
كذلك الدبليو يوجد فيه العديد من شرحنا من بدي شوي على بعدين كيف ما شرحنا في الدرس الفات اللي هو بيكا فالي اللي هو وادي بيكا اللي هو موجود في لبنان كيف ما قلنا في الدرس السابق. الكلمة اللي بعدها اللي هي وايت سي اللي هو البحر الأبيض موجود وين قلنا البحر الأصفر البحر الأبيض قوي البحر الأصفر على ما أعتقد كيف ما شرحنا في الدرس السابق يوجد في خلينا نشرح الدرس قبله أنا أصلا ثقافتي صفر أيوة البحر الأبيض يوجد في روسيا. بالنسبة لآخر كلمة اللي هي يلو ريفر تكتب ريفر بهذه الطريقة أو نديرها بالطريقة هذه يلو ريفر. شو معناها يلو ريفر؟ معناها النهر الأصفر. وين يوجد النهر الأصفر؟ لحظة بس خلينا نشوف الدرس اللي قبله. وين يوجد النهر الأصفر؟ النهر الأصفر يوجد في خلينا نشوف الدرس اللي قبله قلت لكم معلش يا تأخير يوجد في الصين. يوجد هذا يوجد الوادي هذا يوجد في لبنان وهذا البحر الأبيض يوجد في روسيا. بينما يلو ريفر اللي هو النهر الأصفر يوجد في وين يوجد؟ يوجد في الصين. كويس نمشو لحرف الفي كيف نكتبه؟ في كابيتال تو بنكتب انا في كابيتال. في كابيتال تكتب بهذه الكيفية W زي وايت سي تكتب بهذه الكيفية والواي يكتب بهذه الكيفية الكابيتال. بالنسبة للسمول يكتب الفي بهذه الطريقة والدبليو تكتب بهذه الطريقة والواي تكتب بهذه الطريقة في كابيتال هيكي في سمول دبليو كابيتال دبليو سمول واي كابيتال واي سمول. وهذا هو درس اليوم. شكرا جزيلا على حسن الاستماع. نتمنى تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.